بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معكم سرية الجزء 19، غصن مجدول بقوة. هقول لكم إيه معنى الاسم ده كمان شوية، بس أنا عايزة أعلق على عبرين المرة اللي فاتت. الحقيقة كنت ناوية أسمي الجزء اللي فاتت أمسكت به ولن أرخيه أو أحبك يا رب يا قوتي. بسيت لقيت قبل ما يعني أقفل الموضوع على طول، بسيت لقيته صوت ربنا بيقول لي سميها عبرين. فالحقيقة عبرين جت عليا غريبة شوية، بس بعد شوية تفكير بسيت لقيت قلت ما فعلا كل حياتنا على الأرض إحنا عبرين. إحنا عبرين في رحلة على الأرض لحد ما نرجع لوطننا السماوي، غير طبعا عبرين من حاجات كتير. النهاردة الجزء بتاعنا هيكون فيه هتسمعوا مرتين كلمة عبرين أو عابر أو العبور. المهم أنا بدأت أسأل ربنا هنعمل إيه بعد كده يا رب، أنا عايزة أكمل المشوار. قال لي طيب أنا عايزك تروحي لمجموعة أنساب المسيح في الإنجيلين ماري متى البشير وماري لوقا البشير، وتركزي لأن في بيت أبي منازل كثيرة. أنا عايزة أقول في بيت أبي منازل كثيرة، بس أبص على منزلة، يعني أقول منازل منزلة منزلة، يعني أماكن بس على درجات مختلفة. فزي مثلا اللص اليمين دخل السماء، لكن هو عمره ما هيكون على درجة العذراء مريم مثلا، أو على درجة السواح، أو على درجة البابا كيرلس وماري مينا. كل واحد ليه منزلة محددة أو مكان محدد في ملكوت السماوات. قلت له طب يا ربي أنا عايزة من فضلك عايزة أكمل المشوار. قال لي روحي على مجموعة اللي هي أنساب المسيح في إنجيل معلمنا ماري متى البشير وماري لوقا البشير، وأعرفي أن الكل واحد فيه قياس. الكلمة دي برضو بالنسبة لي كانت غريبة، قياس. قال لي أنت ناسية أن أنا كنت بدي اديت لي يوحنا الحبيب عصا او قصبه من خشب عشان يقيس بيها. قلت له عايز تقول ايه يا رب؟ قال لي عايز اقول كونوا قديسين لاني انا قدوس، اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره، لانه مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس. رحت تاني لقيت كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. قلت إيه؟ الله قدوس، أي يعني الله لا أرضي، يعني ربنا مرتفع ومنفصل عن كل خطية وشر، كلي الجمال والجلال والكمال والبهاء والمجد. ملكوت القدوس هم القديسين. حقيقي فكرت، قلت الملكوت هو مملكة الله يملك فيها الله بالبر وبالسلام على القديسين اللي سلموا حياتهم بالتمام وفتحوا قلوبهم ليها عشان يملك عليها ويدبرها حسب مشيئته الصالحة. لذلك فالرب هو ملك القديسين، وكل من لا يحيا حياة البر والقداسة ليس هو عضو في ملكوت الله، ولأن القداسة هي محبة الإنسان لربنا. إيه هي القداسة؟ تشتق كلمة يعني هاخدها من كلمة العبرانية المترجمة إلى قداسة من تعبير فرز، وتنطبق هذه الكلمة على كل ما يستعمل استعمالا خصوصيا لأنه طاهر ونقي، وكل ما هو مرتبط بالله ومخصص لعبادته يعتبر مقدس. شرح الرب يسوع العلاقة الصحيحة بين القداسة وبين الأعمال، فهي فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. القداسة هي محبة الله والقريب والانفصال عن الشر. حبي لله يخليني ما أقدرش أغلط فيه، وحبي للقريب يخليني أعمل كل الخير ليه. القداسة هي محبة الإنسان المفرز والمخصص لله من كل قلبه وفكره وحواسه، ويكرس حياته للاتصال المستمر مع الله بدون انقطاع، فالله يملك على حياته. في الصلاة الربانية بنصلي ليأتي ملكوتك، وفي المزمور الرب ملك على خشبه،
قال لي إنه ملك على الصليب واشترانا بدمه، فصرنا ملكه. وعلى الصليب غنت الملائكة: الرب قد ملك فلتتهلل الأرض، الرب قد ملك فلترتعب الشعوب. ملكوت الرب إذن مرتبط بالصليب والفداء، ومن هنا كل أبناء الملكوت هم المفديين، لأن ليس ملكوت الله أكل وشرب، بل هو بر وسلام وفرح وفرح في الروح القدس. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. الحقيقة لقيت موضوع يعني حلو قوي ان احنا نكون قديسين. لقيت كمان في الصلاة الربانية بنقول له: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أمين. أخيرا الكنيسة اللي جوايا بقت ملكوت لله وحده، وهو قد ملك في ملكوته الداخلي. بدأت أقول له: طب وبعدين يا رب؟ قال لي: يلا على سلسلة الأنساب، سلسلة نسب المسيح في بشارتي متى ولوقا. هم دول اللي هيعرفوك دلوقتي أنت رايحة فين بالظبط وإيه الخطوات. قال لي في سلسلة نسب المسيح فيها عبور من العهد القديم للعهد الجديد، فيها عبور من العهد الجديد للسماء، وكلها بخطوات مرتبة. ادخلي على سلسلة نسب المسيح وإنت هتعرفي الخطوات مرتبة إزاي. يلا بينا يا جماعة، سلسلة نسب المسيح في شارتي متى ولوقا. ناخد بالنا، متى معناها عطية أو هبة، ولوقا أي حامل النور. هناك في سلسلتين لنسب المسيح، سلسلة نازلة وسلسلة طالعة. يلاحظ أن متى نزل من إبراهيم بالأنساب ليوسف، ولوقا صعد بيها من يوسف لآدم. القديس أغسطينوس بيقول: متى الذي نزل بالأنساب يشير للرب يسوع اللي نزل ليحمل خطايانا، عشان كده بيقول فلان ولد فلان، ليشير لتسلسل الخطية إلينا خلال الولادات البشرية لحد ما جه المسيح ورفع الخطية عنه. في لوقا صعد بالأنساب من المسيح لآدم، إذ أتى الأنساب بعد المعمودية عشان يعلن عطية الرب خلال المعمودية. هو بيرفعنا ويردنا لحالتنا الأولى، آدم ابن الله. لاحظ أن السيد جاء بصفة عامة، نازل لا من الأبناء البكر، بل من هم ليسوا أبكار حسب الجسد زي إبراهيم وإسحاق. جه المسيح يعلن البكورية مش بتقوم على الولادة الجسدية، لكن على البكورية الروحية. في إنجيل معلمنا ماري متى في 42 اسم قسمناهم لثلاث مجموعات، كل منها 14 جيل. المجموعات الثلاثة يشيروا لقصة معاملات الله مع الإنسان. في المجموعة الأولى نرى قصد الله وتحقيقه، يعني بتبدأ من أبونا إبراهيم اللي كان ليه الوعد والوعد بالأرض وترك كل أهله وعشيرته، واللي اتحقق في داود والمسيح بعد كده. في المجموعة الثانية نرى فشل الإنسان، إنه سلم للباطل على رجاء. كان الإنسان ده بدأ بسليمان اللي أسس الهيكل، لكنه أدخل العبادة الوثنية. سليمان اداله ربنا حكمة ومجد وغنى وسلام، لكن في الآخر فشل وخربت المملكة وسقطت بيد بابل اللي بيرمز للشيطان اللي استعبد الإنسان. المرحلة الثالثة نرى الرجاء يصبح حقيقة ويتولد المسيح اللي هو مخلص العالم. كانوا ثلاث مجموعات في منتهى الجمال، هناخدهم اسم اسم، بس إيه اصبروا كده شوية والنهاردة ركزوا. سلسلة أسماء لوقا كانت 77 اسم، وأحد طرفيها الله والآخر هو المسيح، هو الأول وهو الآخر. مجموعة لوقا تصاعدية، من المعبودية يصطلح الله مع شعبه عندما تغسل خطاياهم، لأنه هو اللي صلحنا لنفسه بيسوع المسيح. لذلك مجموعة لوقا أتت بقصة معمودية المسيح، وهنلاحظ رقم 7 موجود مع المجموعة التصاعدية، لأن عمل المسيح الفدائي يكمل الإنسان ليحمله لحضن الآب. يعني المسيح بيجي ياخد الإنسان ويحمله لحضن الآب. عشان كده طرفي المجموعة في لوقا هم المسيح رأس الكنيسة اللي يحمل كنيسته وعروسته وياخدها ويطلع بيها لحد حضن الآب. وطبعا مش والعروسة دي عندها جهاد، يعني هو عمل الجهاد الإنسان زائد عمل نعمة ربنا الاتنين مع بعض لحد ما نرجع لحضن الآب. هنبدأ في تأمل خاص، هاخد كل اسم ومعناه
أول 14 جيل من الأبوة والكهنوت يعني الذبيحة، و14 جيل هم الملوك، و14 جيل عاشوا على الرجاء منتظرين عطية الله. التأمل تأمل خاص مش تفسيري. خلاص أنا هاخد الأسماء، هدور على معاني الأسماء دي كلها وهكتبهم قدامي وهكون منهم جملة في جمل في تأمل. إكزامبل، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم في إنجيل متى. هقول كتاب ميلاد المخلص الملك ابن الملك المحبوب ابن الآب الحنون إبراهيم، اللي لما رفض اليهود المسيح كملك لليهود لكنه كان ابن إبراهيم المذبوح عن كل الأمم واليهود. ولاحظ لما أقول ابن إبراهيم يبقى هو اللي بتكلم عن أب الأمم واليهود، ولما أقول ابن الإنسان يعني بتكلم على ابن الخليقة، ولما بقول ابن الله يعني بنقول عن علاقته باللاهوت كإقنوم كالإقنوم السين. فلما بنقول كده هناخد الأربع أسماء، هتشوفوا الأسماء ومعانيها على الشاشة. أنا هدخل على طول على التأمل. فإن الآب الرحوم الحنون المسرور بالمجاهد الذي يحل محل كل البشرية أمم ويهود، فلنقدم له ذبيحة الحمد والاعتراف ونشهد ونقدم له التسبيح أيضا مع يهوذا اللي معناها الحمد والتسبيح والاعتراف وإخواته، وإحنا تأمننا فيهم قبل كده. الأسماء بعد كده، الذي ينتظرها الله لكي يقف أمامه في الشق أو الثغرة كشفيع أو نبي عن الشعب من بداية الشروق، فيزهو أمام الله لأنه كالنخلة يزهو الصديق، فيرجع شعبه للحظيرة مطوق ومزهر وترتفع أرضه ويكون شعب كريم يدوس الحية القديمة، فيعطي الرب لهذا الشعب المسالم مكافأة، رداء كامل، رداء قوة واسعة وعريضة وكبيرة، فيكون خادم أمين عامل بالمحبة وصديق مكتفي بالله. وشوف هنا خادم أمين عامل بالمحبة بيتكلم بصيغة المفرد. اللي بعده، فيعطيهم الرب الملك المحبوب رجل السلام من نور ونار يهوى، فيزيد ويتسع شعب الله ويعترف أن يهوى هو، خدوا بالكم هنا، أبي هو الطبيب الشافي، هو الله العادل، هو يهوى مرتفع وعالي، هو عزتي يهوى كامل ويمتلكني يهوى قوتي، وينسى خطيئتي لأنه أمين وصادق، يهوى يشفي نفسي ويهوى يؤسس مملكته فيا وأعيش على الرجاء في إن هو اللي بيجي يكمل معايا. الله الذي يؤسس مملكته داخلي على الرجاء. فسألت الرب، أنا المولود في بابل، سألت أبي الجلال، الله يقيم لنا معين بار ومبرر وحكيم، الله كلي الجلال، هو الله معين الذي أعطانا الحياة والوجود والمحبة الأبدية، أعطانا عطية وهبة يحل محلي أنا العاصي، فزادنا الله من مريم المرتفعة لتذاقت المر من البشرية المتمردة وجه المسيح، وقد جاء السيد المسيح اللي بلا خطية ليحمل خطايا الأجيال كلها، لأنه بالاسم حبل بي بالخطايا ولدتني أمي. يبقى ببساطة إنجيل متى حامل خطايانا، جه عن طريق النسب الطبيعي بالتناسل الجسدي ورثنا الخطية، ثم دخل بينا لحد المعمودية. طب احنا هنا وصلنا، المسيح يجي وهيدخلنا المعمودية، ثم دخل للمعمودية. طبعا هو بيدخل، أنا بدخل معاه، يعني تحصل بيننا شرك. أما معلمنا لوقا بقى، فقد صعد بالأنساب من المسيح لحد آدم، إذ أتت الأنساب بعد المعمودية ليعلن عطية الرب خلال المعمودية، فنجد المسرور بابنه الحبيب والروح القدس الذي به هو فيه يرفعنا ويردنا لحالتنا الأولى آدم ابن الله. هنلاحظ في الأنساب اللي جاية، هنلاحظ كلمة منفصل ومخصص لله، هنقولها مرتين، هتتعاد كلمة عطية 5 مرات، كذلك اسم يوسف 4 مرات، يعني يزيد وينمو، دليل على أننا هننمو مع المسيح ونرتفع ونتقدم في حياتنا الروحية معاه، لأن ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يبقى انفصال، زيادة، عطية، أعترف، أشكر، هنشوفهم كذا مرة، وكلمة عبور عابرين مرتين، وكلمة اكتساب تلقائياً اكتساب تلقائيا هنشوفها 3 مرات.
لوقا هيكرر كلمة ابن كمان، لان احنا طالعين بهذا الابن للسماء. هنلاحظ حاجة تانية، كان في اربع سيدات مذكورين في الانساب. ربنا عايز يقول لنا جه المسيح مش ليدعو ابرار، ده خطاه للتوبة. سمار رغم الخطية هتخلص لان كان عندها امل. رحاب الزانية ستخلص بالايمان. رعوس المئوابية الاممية ستخلص بارتباطها بالنعمة. اما التي لأورية فإن زوجها كان الملك المحبوب ملك الخلاص، ومن يرتبط بملك الخلاص فله الخلاص. يعني المداخل أو الأبواب الرئيسية للتوبة هما إن أخلي دايما الأمل جوايا، إن يكون عندي إيمان في ربنا، يكون أمسك في النعمة فالنعمة قادرة أن تخلصني. ومن يجد أحد هذه الأبواب عمره ما هيفقد أبدا خلاصه. ناخد بالنا من الحاجات دي ويلا بينا على إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير اللي بدأ بالأنساب من بعد المعمودية. يزيدنا الله العلي عطيته الأولى في المعمودية للاتحاد بيسوع الناسوت المتحد باللاهوت الغير محدود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، الذي فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، عشان اخد معاه نعمة سكنة الروح القدس فيا واعلن ان يهوى هو ملكي ونعمتي، لان الناموس بموسى اعطى، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. بيزيدنا العطية رقم 2، هو اتى ليحمل اثقالنا وعارنا وخطيتنا ويعزينا. هو المنفصل عن كل شر وبلا خطية المحفوظ ليهوى الحي الى الابد، هو الغير محدود، هو القدوس كلي الجمال والكمال والبهاء والجلال والمجد. وعايزني انفصل معاها عن كل شر ونكون قديسين محفوظين لله القدوس. ومن هذا الوقت هيدينا العطية التالتة، ودول 14 جيل عدينا بيهم. اول 14 جيل في انجيل معلمنا ماري مات. عطية يهوى رقم 3 لينا انه يسمح ويسمعنا في ابنه، فيزيدنا الله بنعمة الحمد والشكر ليه والاعتراف برحمته وحنينه ونعمته، وشكرا انه سمح بقبوله ان يكون الرأس اي قائد المسيرة، وانه يشفي اجسادنا ونفسنا وارواحنا، ويقول يصنع خيرا لينا نحن المولودين في بابل خارج باب الله الذين ولدوا في الاختلاط. فسألت الرب نوري وملكي اللي زي نشاهده وهو المسيح المثمر وله صيد وافر مقدس وسماوي، اللي أخذ خبز وكيس وشكر وبارك وعطانا جسد ودمه لمغفرة الخطايا وللاتحاد بيه والثابت فيه للحياة الأبدية. المحسوب، وخد بالنا من الكلمة دي، بقياس الله، أي الإنسان الكامل إلى قياس قامة ملء المسيح المستيقظ الساهر حتى في جثيماني. ودول الـ14 التانيين، وهندخل على مجموعة الـ14 جيل اللي بعد كده. يزيدنا الله وينمو بنا في المسيح في جثيماني، يرسل له ملائكته لتخدمه وتعينه ويرفعنا يهوى ويعلينا معاه، يعطينا عطية وهبة رابعة، دي رقم 4، هي اقتران يسوع بينا وسمع لأبيه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، واهبا لنا الفداء. عبرنا من الموت للحياة، حررنا من إبليس وأزال عنا العار. كل ده كان فين؟ في الفداء، في الخلاص. دافع عن دمه الثمين لأجلنا، معلنا حبه الغير محدود لينا، ومعه متبررين مجانا بالنعمة في رومية 3. فله منا السجود لجلاله، الاعتراف بجميله تاني، والحمد والشكر لعظمة حبه وفدائه. فيزيدنا نموا معه وارتفاعا، وصلحنا مع الآب ونقض الحائط المتوسط، وجعلنا خليقة جديدة فيه، وعاد ملك السلام بنا يرفرف ويملأ السماء بالسلام كالحمامة النقية. شايفين الجمال؟ الحمامة بيخلينا زي الحمامة النقية الطاهرة التي طهرها واشترانا بدمه الثمين، ويقيمنا معه من الأموات منتصر وظافرا، وملأنا بروحه وملأ السماوات بمجده، وعرفناه وعرفنا شركة ألامه، وعرفناه هو الكفارة الوحيدة عنا.
وعرفنا قوة قيمته. كل ده في أنساب المسيح، متخيلين كده معايا؟ عرفناه وعرفنا شريكة ألامه، وعرفناه هو الكفارة عنا وقوة قيمته. هيجينا بالعطية رقم 5. جاه بعطية وهبة 5، لأن هو اللي ناجى أباه قاين، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، هم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، آمنوا أنك أنت أرسلتني، احفظهم في اسمك الذي أعطيتني، وأسأل من أجل الذين أعطيتني أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. الجزء الباقي، وقد ملك ملك الملوك المحبوب على قلوبنا يهوى الموجود والثابت فينا، وأقام كنيسته عرسته الخادمة ليه بأمانة العاملة بالمحب، ألبسها قوة روحه القدوس كرداء كامل مكافأة لقبولها، وأعطاهم سلطان أن يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، لكي يجهزوا شعبا كريما عالي فوق الأرضيات، مذهر ومطوق ومحروس في يمين الله، معلنين في الساحات إيمانهم بالملك السماوي الثالوث القدوس، واقفين متمثلين بيسوع في الثغرة، متشفعين عن البشرية أمامه بالصلاة، مقدمين شهادة له ومعترفين بأعماله العجيبة العظيمة وأحكامه الحق العادلة، معلنين أقواله الصادقة الأمينة، شاكرين وحامدين مسبحين له، مقدمين ذبائح الحمد لمجد اسمه القدوس بقوة روح القدس في المؤمنين المجاهدين في كنيسته، وحتى وصلها للسماء، ويفرح الرب كأب بشعبه ويباركهم. تخيلين كل ده موجود في سلسلة الأنساب، لما نحط الأسماء كده ونتأمل بيها وفيها بالترتيب، يبقى احنا كده لحد ما وصلنا، أو لحد ما وصلت كنيسته للسماء، يعني احنا كده بنعدي اهو. طب هيقول لنا ايه بعد كده؟ حتى وصولها للسماء بيفرح طبعا الرب كأب بشعبه وهيباركهم. بصوا كده يقول ايه؟ فيشتم الله رائحة السرور والرضا بالشعب الذي كان غصن جاف متمرد غاضب، فرجع اليه وده الاسم بتاعنا، كغصن مطفور ومجدول. بايه؟ بالايمان والرجاء والمحبة، بقوة الثالوث القدوس، وعادوا رعية وأصدقاء لرعيهم الوحيد، متحدين به فيه، هيرفع بقى منهم من يريد تكملة المسيرة السماوية. يعني اللي عايز يكمل المسيرة السماوية هو بس اللي هيعبر للجهة الأخرى. بص مكتوبة إيه؟ عابرين بالنعمة من الأرض للسماء، من الضلمة للنور، من الموت للحياة، من التعب للراحة والسلام، إلى مجد أولاد الله والاتحاد بملك السلام. نكمل؟ نشوف كده، يعبر إلى الجهة الأخرى. اللي عايز منهم يكمل المسيرة هتجري من بطنه أنهار ماء الحياة، وهيعبر للجهة الأخرى إلى سماء الملائكة والقديسين طالبين بسلام ملك السلام. ابتداء من هنا ما فيش عطايا، لكن فيه اكتساب. من هنا ليست عطية بل اكتساب تلقائيا أو انعكاس تلقائيا لنوره الشافي العظيم، وتشكيل جديد بيد الخالق العظيم وحده. التشكيل دلوقتي بيد الخالق العظيم وحده، ويكون لكل منا اسمه الجديد، وراحة ما بعدها راحة، لأنه انتهى إنساني الوحش المدمر وعدت لصورة آدم الأولى. عاد السلام، ورجل السلام داخلي مميزا برمح، يعني بيعرف يفصل مميز في تمييز، أصبحت مكرسا ومخصصا للرب الإله. هقولها تاني، وأصبحت مكرسا ومخصصا للرب الإله، وده اسم أخنوخ معناه المكرس المخصص. يعني شايفين الأسماء بتدينا إيه لحد ما بنطلع السماء، وما بتبقاش عطية بيبقى اكتساب. الله بيبدأ يشكل فينا، يدينا اسم جديد وراحة ما بعدها راحة، انتهى الإنسان الوحش المدمر اللي جوايا، ويعود السلام ورجل السلام، وهكذا. أنا يا رب مش عارفة أقول إيه على جمالك، أقول إيه على روعتك،
أقول إيه لحد ما يصبح الإنسان ليه سلطان النزول والصعود بأمر الله. بصوا، فيصبح الإنسان ليه سلطان النزول والصعود بأمر إله القوات، متعلما التسبيح الحقيقة الذي لحامل النور، ويحدث اكتساب تاني، أدي تاني مرة للاكتساب، وتشكيل جديد بيد الصانع الإلهي العظيم. يتغير الإنسان الترابي بقوة المعين أي الروح القدس، ويصبح معين ومعد، لأنه اتغير الآن من إنسان الترابي الأحمر وأصبح ابنا للإله العلي القدير. ومن هنا هيدخل بيه الأورشليم السماوي. أقول له يا رب أنا مش مستحق إن أكون ليك ابن، اجعلني كأحد أجراءك. فيدخلني إلى حصن الملك السماوي، مدينة ملك السلام، أورشليم السماوية. أورشليم السماوية. ما كنتش متخيلة ولا اللحظة واحدة إن في سلسلة أنساب المسيح كل هذا الجمال، إن في سلسلة أنساب المسيح طريق كامل للحياة الإنسان بيعبر لحد ما تيجي المعمودية في المسيح، ياخدك المسيح فيه وبيه، ويبدأ يغير ويشكل فيك ويديك عطايا ونعم ومواهب لحد ما يعبرك العبور إلى الجهة الأخرى. بس بتبقى إيه؟ كغصن مطفور ومجدول بالإيمان والرجاء والمحبة، ومجدول بالثالوث القدوس عشان تقدر تعبر للجهة الأخرى. قلت له يا رب أنا فعلا كده فهمت. فهمت يعني إيه أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك وقال لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وإنك كمان اديت قصبة تاني، وهو ده اللي كان بيقولي عليه، إن القصبة التانية كانت من ذهب علشان يقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. هركز لكم لو ربنا ادى نعمة إن المرة الجاية هوريكم ربنا بيقيس الإنسان إزاي، لأن في القياس هذا بيعبرك بعد كل قياس من جهة لجهة. وعشان كده كنا لقينا برضو كلمة قياس الله لما كان بنتكلم عن المسيح، إلى قياس قامة ملء المسيح. هنشوف الموضوع ده بنعمة ربنا المرة الجاية. أشارككم بسرعة بالرؤية برضو اللي شفتها في الوقت ده. فاكرين لما خدت نعمة الروح القدس، قوة الروح القدس، أنا كنت واقفة في مكان عبارة عن أربع حيطان ما فيش فيهم باب ولا شباك، بس كانوا مفتوحين للسماء من فوق، يعني ما فيش سقف. حسيت ان ربنا راح جاي وفاتح حيطة من الثلاث حيطان، فلقيت نفسي واقفة والأرض اللي قدامي كلها فاضية، ما فيش قدامها أي حاجة. بصيت يعني حسيت ان هو بيقول لي أنا هسمح لك من هنا انك تبدأي تخرجي وتنطلق. بس الحقيقة أنا ما كنتش عارفة هتطلق في فين. المكان اللي أنا كنت واقفة فيه ده بالثلاث حيطان دول كده، حسيت كأني واقفة زي ما أكون واقفة في محطة أوتوبيس. لقيت زي أوتوبيس جه، أنا بقول زي لأنه ما كانش شكل الأوتوبيس يعني فيه موتور وفيه حاجات زي كده، لأ حاجة شكل الأوتوبيس كده، بس شكل أوتوبيس بيضاوي فاضي ما فيهوش أي حد جوه ولا حتى سواق. وقف قدامي، الحقيقة أنا من غير ما أتكلم ولا أسأل رحت راكبة، ودي كانت غلطة مني، أنا ما سألتش ربنا عايزني أركب ولا لأ. ركبت، بصيت لقيت الأوتوبيس ده بياخدني وداخل على الـ برجع على في وسط الناس، في وسط البلد، في وسط الخدمة. فبصيت لقيت ببص كده، قلت لا مش هو ده الاتجاه اللي أنا عايزة أخده أكيد دلوقتي، من فضلك ارجع بيا تاني، أنا مش شايفة حاجة، أنا بتكلم كده بالإيمان. بصيت لقيت فعلا الأوتوبيس راح ليفف وراح مرجعني وراح موقفني عند نفس المكان اللي أنا ركبت منه. رحت نازلة وقلت له أنا أسفة يا رب، أنا ما سألتكش، المفروض دلوقتي تبقى مشيئتك فيا بالكامل، يعني مش المفروض ان انا اعمل حاجة من غير ما اسألك اعمل ولا لا. ده لو انا عايزة اعبر للجهة الاخرى، عايزة اقولك لتكن مشيئتك فيا بالكامل. فحسيت ان ربنا رضي على الخطوة اللي انا عملتها، ان رجعت وقفت في مكاني. فبدأت اسأل الاتجاه دلوقتي فين، فسمعت صوت جميل قوي بيقول لي
الاتجاه دلوقتي للقياس. فانا وقفت كده بقول للقياس، قال لي اه احنا نرجع تاني ونقول، مش لسه بنقول من شويه ان في مقاسين، لو عديتي من المقاس الاول هتدخلي على المقاس التاني، ولو عديتي من المقاس التاني هتدخلي على اورشليم السماويه. متهيالي عاملين زي متهيالي دلوقتي الكلام واضح. قلت له فعلا يا رب الكلام واضح، انا فهمت دلوقتي انت عايز تقولي ايه. اسمحوا لي النهارده هنقف لحد كده لان الوقت بتاعنا انتهى، وهنسيب نعمه ربنا تشتغل بعد كده ويفهمني يعني ايه احنا رايحين للقياس. اسمحوا لي ارفعك وسبحك وباركك، اشكرك يا اله العظيم، امجد اسمك القدوس، اسجد عند موطئ قدميك لانك الهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الاله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والاتي، قدوس 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 رب السباط، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك لك القوة والمجد والبركة والعزة والكرامة والسلطان من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. هشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية.